بر الوالدين، وأنه من الأعمال الصالحة التي يفرج بها الكروبات وينزل بها الظلمات. قلب الإخلاص من أسباب تفريج الكروبات، لأن كل واحد منهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. أما الرياء والعياذ بالله، والذي لا يفعل الأعمال إلا رياء وسمعة حتى يمدح عند الناس، فإن هذا كالزبد يذهب جفاء لا ينتج عنه صاف. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له.